شبانياتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر والعزه لله. الله اكبر شبانياتك يا بشار يا اليات الاسد وهي تحترق بعد محاوله فاشله بالانسحاب من لواء صواريخ اللواء 113، لكن ابطال الجيش الحر قاموا بالتصدي للرتل كاملا، وهذه هي الياتهم وهي تحترق. النصر قريب باذن الله، النصر قريب. الله اكبر العزة لله. هاي الذخائر التي يضربن بها الاسد. اليات الاسد وهي تحترق. الله اكبر الله اكبر العزة لله. شوفوا كلابك يا بشار، شوفهم هندوسهم. هذه هي آليات الأسد وهي تحترق بعد محاولة فاشلة بالانسحاب وتصدي أبطال الجيش الحر للرتل بالكامل وتدميره. الله أكبر الله أكبر العزة لله. الله أكبر الله أكبر العزة لله. الله أكبر العزة لله.